مرحبا، ويلكم باك تو ماي شانل. في فيديو جديد. اول شيء قبل ما نقول المرحبا، بدي اعيدكم لكم رمضان مبارك سعيد، او رمضان كريم بالصحه والسلامه والعافيه والهنا. بدي اعتذر، مع انه بعرف اعتذاري صار بلا طعمه، بس بدي اعتذر على طول الغيبه. يلي متابعني بالانستغرام والفيسبوك بيعرف الظرف يلي مريت فيه واللي بعدني عم مر فيه. ما بدي احكي بالتفاصيل لانه شوي رح بلش ابكي. بدي اياكم تدعولي انا واهلي بالصبر، دعونا بالصبر كتير كتير كتير. فيديو اليوم هو فيديو انا صار لي شهور ومواعدة كتير اشخاص، من بيناتهم محمد بن مصر، يلي هو البادي سبلاش والبادي بيرفيوم والبادي ميست وكل معطرات الشعر. قبل ما نبلش بدي اياكم ترجي انكم تتفرجوا على الفيديو كلياته للاخر لحتى تستفادوا. طبعا راح احطي ولا اعطي البدائل. اول شيء الفرق بين لو فريش ولو دو كولوني ولو دو تواليت ولو دو بارفان والبارفان، هدول كلياتهم اسامي، في منا بيعرف في منا ما بيعرف، وانما الفرق بتركيز العطر. صناعة العطور مختلفة كومبليتلي، ما راح نصنع نحن عطر بأساسه، يعني الكامباوند تبع السنت ولا الفريغرنس نوتس بتتسمى، مش فريغرنس اويلز، هني فريغرنس نوتس. صناعة العطور هي صناعة كيميائية بدها دقة وبدها دراسة، ومن الأشياء اللي أنا يعني عم بحلم إنه أدرسها حتى ولو بعد هذا العمر الطويل. وإنما نحن هون رح نستخدم solvents ولا bases زائد يعني الأساس، ورح نستخدم زيوت عطرية سواء طبيعية أو غير طبيعية يعني اصطناعية. هلأ رح نحكي عن الفرق بين كل واحد من هدول اللي قدامكم، وبيكون طبعا تركيز الكامباوند تبع الزيوت العطرية أو العطر. فبالنسبة للو فريش بيكون تركيز الفريغرنس أويل فيها، ولا كامباوند تبع الفريغرنس أويلز بين 1 و 3%، وإنما بيكون الووتر ولا المي ضمن التركيبة. بالنسبة للو دو كولونيا بيكون تركيز العطر بين 2 إلى 4%، طبعا كمان بيكون خفيف. بالنسبة اللي بنعرفها كلياتنا لو دو تواليت بيكون تركيز العطر بين 5 إلى 15%. لو دو بارفان ولا الاي دي بي بنقلو اللي قبليها الاي دي تي، لو دو بارفان بيكون تركيز العطر من 15 إلى 20%. اما بالنسبة لاخر وحدة اللي هو لو بارفان بيكون تركيز العطر فيها من 15 إلى 40%، which is a lot. بس اغلبية دور العطور بينزلوا تقريبا الماكسيموم 40%، ويكون التركيز كتير كتير عالي. هلأ أجان بترجاكم انكم تتفرجوا على الفيديو للآخر. اول عطر رح نعمله رح يكون ببيز انهيدروس اولي، يعني في كامباوند زيتية. رح نستخدم مكون اسمه ديرموفيل سنسولف او ايزوميل لوريت. هيدا الكامباوند عامل مثل الزيت، خفيف جدا جدا جدا، هو بديل السيليكون. المكون التالي يلي هو لاكس جلايد ان 5 او لكس فيل ان 5، هو البديل الطبيعي، اثنيناتهم طبيعيين تبع سايكلوميثيكون. فالتاني بيتبخر لما بيكون ولا بيوصل ولا بيلمس المنتج درجة حرارة معينة، اللي هي طبعا درجة حرارة اما الجسم او الشعر، فضغري بيتبخر، فالملمس بيكون كتير خفيف. بالنسبة للزيوت العطرية، هدول الزيوت العطرية طبيعية. في زيوت عطرية طبيعية شو معناتها يا سوما؟ معناتها انه المصانع تبع العطور او المختبر تبع العطور بياخذوا كامباوندز من الاسنشال اويلز، من الزيوت الاساسيه، بيشيلوا الكامباوندز، يعني كيف تسمى بالعربي، بيفرقوا الكامباوندز تبع العطر وبيشيلوا منه نوتات لوحدها وبيخلطوها وبتطلع زيوت عطريه بس ناتشورال طبيعية. خلطهم اثنيناتهم وزدت عليهم الزيت العطري، وهلا كل اللي راح اعمله انه راح اسكبه بال
الانينات تبعي. بالنسبه للبديل تبع الديرموفيل سنسور فيكم تستخدموا الاي بي ام يلي هو الايزوبروبيل مايريستات، وبالنسبه للاكس جلايد ان 5 ولا ان 5 فيكم تستخدموا سايكلوميثاكون. فهدول البدائل الغير طبيعيه، ودائما بقول انه بديل غير طبيعي مش معناته انه منيح ولا عاطل، ابدا ابدا ابدا. انا رشيت شوي على ايدي لفرجيكم، مش مدهنا ومش مزيت البتة. ونحن عم نحكي عن الاشياء الطبيعيه، بدي لكم انه فورمولا بوتانيكا تفتح ولا فتحت التسجيل للماستر كلاس المجاني تبعها. ياي فورمولا بوتانيكا هي المدرسه اللي تعلمت فيها انا بانجلترا ببريطانيا، راح يصنعوا بالماستر كلاس تبعهم كريم طبيعي للوش. طلعوا ما احلاه، طلعوا ما احلى اللون، هيدا اللون الاورنج المصفر اللي عطي على اورنج بيجنن. تحت بصندوق الوصف راح خلي لكم رابط للتسجيل، سجلوا ما راح تندموا ابدا ابدا ابدا. هلا راح نعمل المنتج الثاني ببرفيومر الكحول، كتير مهم هيدي النقطه، الكحول تبع البرفيوم كتير 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 مهم، مش الكحول العادي. فيكم تشتروا مثلا هذا اللي بينباع بالكرافترز تشويس ولا هول سيل سبلاي بلس، عندهم برفيومر الكحول، او من عند ميكسي عندهم نوعين، عندهم the perfumers الكحول وعندهم the luxury perfumers الكحول، طبعا هيدا الثاني اغلى. فالبيز فيكم تلاقوها للناس اللي بتبيع المكونات ولا الخامات تبع صناعة العطور. بالنسبة للزيت العطر راح استخدم سولي بلون من توم فورد تايب، او فيكم تستخدم مثلا دايزي تشين، هذا من عند برامبل بيري، بيقولوا انه شبه تبع مارك جاكوب وانما لا، او مثلا برامبل بيري بلاك اوبيوم، او مثلا كوكو كابانا، هيدا ريحته عاطيه فيري تروبيكال، عاطيه على كوكونات. فالبرفيومرز الكحول كتير مهم لي لانه عنده دي ابيليتي، عنده المقدره القدره انه يتخلط فيه زيوت من غير مذيبات. الزيوت بتدوب بالكحول، وهيدي الخاصيه ما راح تلاقوها بالكحول يلي بنباع بالسوبر ماركت. زائد نحن بدنا كحول يكون صالح للاستعمال والاستخدام على البشرة وعلى الشعر، كتير مهم. كيف فينا نعرف، كيف فينا نحسب؟ بدنا دائما نروح على السبلايرز ويب سايت، عم بنحكي عن الزيوت الأساسية أو العطرية، وبدنا نشوف شيء اسمه الايفرا ريبورت، لأنه هناك رح يعطونا قديه فينا المسموح فيه الماكسيموم. ما فينا بس نخلط ونزيد من رأسنا، بدنا نحسب. هيدول كليتهم أنا حسبتهم بعدين خلطتهم، بعدين على حسب إذا بدكم 10% بدكم مثلا، إذا الماكسيموم 15% فعندكم مجال تلعبوا من 0 إلى 15% على حسب شو بدكم تستعملوا، إذا ولا تعملوا لو فريش لو دو كولوني للشعر لل كبرفيوم، انتو بدكم تشوفوا وتقرروا. أنا هيدا العطر عملته لبنت أختي، that's the reason انا اخترت ريحة توم فورد السولي بلون، ريحتها it's very bright, it's very very nice, it's very sophisticated. ولا انا مع انه ما ببيع منتجاتي بس عم بستعمل ستيكرز للمنظر العام لانه الشكل بيكون حلو وبريزنتابل، وهيدول هني معلومة كتير مهمة. بدي اتركوا اسبوعين تكيور، ما رح نستعمله دغري، ضروري بدنا ننزل عطر اسبوعين ليرتاح، اقل شيء اسبوعين. عملت عطر لشعري استعملت فيه بس كمية صغيرة تقريبا 5%، واستعملت من الزيت العطرية اللي اسمه بينك بيوني النكسارين من ميكسي، ريحته ولا ميكسي اي ريحته بتجنن، لانه انا عندي هوس فظيع بالنسبة لعطور الشعر مثل اللي شفتوا هلا قبل شوي من شانيل نمبر 5، عندي شانيل الالور كليتهم مس للشعر. هلا بنيجي للمنتج الثالث يلي اباز دو، يعني اتس ووتر بيست، ما فيه شيء ابدا، وانما استخدمت شيء اسمه ووتر سوليبل فريجرنس اويلز. هيدول بينباعوا عند هول سيل سبلاي بلس. مشكلة مع هيدول الزيوت العطرية اللي ووتر سوليبل معناته انه بتدوب بالماء، اول شيء
أغلى من الزيوت العطرية العادية. تاني شي مش كل السبلايرز بيبيعوها. تالت شي ما في فرايتي، كي اختيار واسع فيكم تختاروه من عند هول سيل سبلاي باس. تصور عندهم شي أربعة، عندهم هاي اسمها فريش لينن، بس ريحتها فعلا كبرفيوم ريحتها كتير طيبة. في عندهم وحدة تبع اللافندر، وفي وحدة تبع الليمون، وآي ثينك رابعة تبع المنت، يمكن مني متأكدة، باكي بجيبون بجربون، بس قلت بجيب وحدة لأنه فعلا كتير غاليين. زائد هايدي كذا كذا حدا بيبيعون على فكرة باليو اس كذا سبلاير. هون في نقطة بدي احكي لكم عليها كتير مهمة، بياخد وقت طويل وانتو بدكم تحاكوا، زائد بيغري بصير قهوة. فأحلى شيء انه فيكم يعني تستخدموا الكحول ترشوا عليه بتروح قهوة، بس بدكم تاخدوا وقتكم لتحاكوه بالشكل المزبوط، لانه فيكم تشوفوا دروبتس كأنه هيك شوية زيوت وعبيتها بعد ما خلطتها وذاتس ات، ريحتها كتير طيبة. هلأ بالنسبة لآخر وصفة معنا ويلي أغلبية الناس نطراها، يلي هي فيها ماء فيها كحول وفيها، هلأ رح لكم شو هو. بالنسبة للماء طبعا بدنا ماء مقطر. بالنسبة للكحول كتير مهم انه يكون كحول صالح للاستخدام على البشرة. أنا فرجيتكم شوية كحول بينباع عند ميكسي، بس بدو الكحول يكون تبع البشرة. هون راح استخدم الزيت العطري بريحة الكوكونات اللي هو الكوكو كابانا، زنت الماء مع الكحول ونزلتهم على جنب، وببيكر تاني عم بزين هلأ الزيت العطري. هيدي الخطوة كتير 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 مهمة، بدنا نزيد البولي صوبي 80 مش 20، بدكم تجربوا 20 على ريحتكم. بس المشكلة ان في كتير ناس ما بتفهم الفرق بيناتهم. اي نعم البولي صوبي 80 تقيل تقيل كخامة، بس لما بنخلطه بهيدا المنتج بالتحديد بيصير كتير خفيف، مش مزيت مش مدهنن ما بيشي، كتير الوصفة متوازنة. البولي صوبي 20 هو سوليبلايزر لا الزيوت العطرية والأساسية، وهون أنا زدت المادة الحافظة. البولي صوبي 20 بدنا نستخدمه تقريب 10 مرات أو 5 مرات أو 7 مرات مقدار الزيت العطري. يعني إذا استخدمت 5% من الزيت العطري بدي استخدم ضربوها بس بخمسة، يعني بدي 25%، أو ضربتوها بعشرة يعني 50%، which is a lot. ما رح تزبط، أنا ما زبطت معي، رح تزبط معاكم يعني good for you. فهون أنا عم نزيد شوي شوي وعم بخلط شوي شوي وعم بخلط. كمان هيدي الخطوة كتير مهمة، إنه بنزيد كميات صغيرة ونخلط لحتى الخليط يكون معنا مش حليبي مش مغبش. نحن هون بدنا إدابة ما بدنا استحلاب، وهيدول الكلمتين كتير مهمين نفهم الفرق بيناتهم. استحلاب معناته رح يصير المنتج حليبي، رح يكون عنا emulsification. نحن بدنا الإدابة، الإدابة معناته إنه المنتج بيضل كلير. اوكي، فاجان كاك المعلومة الكحول بده يكون كحول صالح للاستعمال للبشرة. هيدول انا عملت كتير منهم بعطور مختلفة مثل هيدا، راح فرجيكم كمان يعني بسكته وقع من ايدي تغبش، وانما بس يضلوا شوي صغيرة بيرجع يصير كلير، بيرجع بيصير شفاف وكتير حلو للبشرة. لأنه بالنسبة للكحول الناس اللي راح تخاف مش بينشف مش ناشف مش مزيت، لأنه على البولي صوبي 20 it's very very balanced وكتير حلو بالنسبة للشعر أو بالنسبة للبشرة كميست خفيف جدا. وهيدول كل ال varieties يلي عندي. طبعا فيكم تلعبوا بكمية الزيوت العطرية على حسب شو قدي بدكم، إذا قوية كتير أو خفيفة أو للشعر أو على حسب انتو شو بدكم، you can tolerate. بالنسبة للوصفة كاملة بدكم تنطوا عندي كالعادي للجروب تبعي بالفيسبوك تحت بصندوق وصفة، رح خلي لكم رابط لإله، خلي لكم رابط برجع ذكر للماستر كلاس المجاني، رح تستفادوا بطريقة كتير كتير
كتير كبيرة من عند الفورمولا بوتانيكا وبالمجان يعني ببلاش. هلا بس تسجيل وراح يبلش ان شاء الله الشهر الجاي. وكمان اذا بتكون اللينك للبرفيومرز الكول اللي انا دايما بجيب منه كمان تحت بصندوق الوصف راح خلي لكم اياه. وبتشكركم من اعماق قلبي وبعتذر منكم. ان شاء الله راح اطلع بوشي قريبا جدا، بس فعلا الصرف اللي انا فيه لا احسد عليه ابدا ابدا ابدا. بدي منكم انكم تدعونا بالصبر والله يفتحها بوشنا كلياتنا. وبرجع بقول لكم رمضان كريم وببوسكم وبغمركم وبحضنكم كلياتكم نفرا نفرا. و that's it. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تضغطوا لايك تشتركوا بالقناة وبشوفكم فيديو جديد. و thanks بزلين for watching. باي باي.